تاريخ الإنسان أشكال المنظمات المختلفة، ووجد أن كلاما ثقافيا في تكنولوجيا الإنتاج، بمعنى التكنولوجيا التي نستخدمها في الإنتاج للفك للسكن، تكنولوجيا الحياة، عندما تغيرت التكنولوجيات الإنتاج للإنسان تتغير أشكال المنظمات. هذا مبدأ إداري عام للإدارة. لم أقول أقول ما يكون مسؤولا، ولكن هذا مبدأ إداري نراه، فإن هناك منظمة وجدت النماذج الكبرى، الأمة الإسلامية كانت منظمة كبرى، الحلال الصناعي، الرومان، الفراعنه، اذا كانت الاعمار وهي المنظمات، ولكن ليست المنظمات التي عرفوها وهي منظمات العصر الصناعي. عندما بدا العصر الصناعي تغيرت اشكال المنظمات عن عصر الزراعه، وتغيرت الزراعه واصبح هناك منظمات زراعيه، واصبح منظمات الزراعه تختلف عن المنظمات التي كانت قبلها. دراسة التحولات التكنولوجية بالذات يعطي إشارة لما يحدث من تغيرات في الأنماط والحياة